حلقتنا بتتابع، حلقتنا منوعه مثل ما وعدناكم بالبدايه، ورح نشوف احنا وياكم هلا بيت ستوب جديد. اسم جلادياتر منه غريب على جيب، وهو استخدم بالماضي من قبل هالصانع الامريكي للدلالة على بيك اب تم انتاجه بين سنة 1962 و1971 كبديل عن جيب ويلس تراك، علما انه انتاج الفئة بيك اب بالتحديد تواصل لسنة 1988 ولكن باسماء مختلفة. واليوم وبعد توقف لمدة طويلة قررت جيب اعادة انتاج جلادياتر، علما انه هالنسخة الجديدة لسنة 2020 مطورة انطلاقا من الجيل الرابع من جيب رانجلر، وتحديدا من الفئة Unlimited المزودة بجسم من 5 بويب مع تسجيل زيادة بطول قاعدة الإطارات بمقدار 50 سنتيمتر. الطول الإجمالي لجيب جلادياتر بيبلغ 5 متر و54 سنتيمتر، مع عرض بيبلغ 1.87 متر، وارتفاع بيبلغ 1.93 متر، وهالشي بيفرض الهيبة والحضور على الطريق، ولكنه بالمقابل بيصعب الحركة بالأماكن الضيقة. وهالبيك أب بيستفيد من قاعدة سفلية مصنوعة من الحديد تتمتع بصلابة عالية بشكل بيسمح بتحدي أصعب الطرقات الوعرة من دون أي خوف، وبتعزيز قدرات التحميل وكمان بتحسين قدرات السحب والجر. وتصميمياً ما بيشبه جلادياتر باقي الطرازات بنفس الفئة، وهو بالتالي بيتمتع بشخصية مستقلة تماماً مع واجهة أمامية بتأكد الانتماء لجيب. والإضاءة الدائرية وشبكة التهوية المزودة ب7 قطبين بوضعية عمودية بيذكروا بالفئة سي جي المشهورة من إنتاجها الصانع الأمريكي. والطابع الكلاسيكي للخطوط محفوظ بالرغم من التطور الحاصل بالتزامن مع تأمين انسيابية جيدة. بالانتقال للمقصورة فهي واسعة وعملنية مع توفر مساحات جلوس مريحة ل5 ركاب، علما انه هالبيك اب بيتوفر مع سقف من السهل فكه واعادة تثبيته بحسب الرغبة، مع الاشارة انه القيادة من دون سقف بتأمن شعور اضافي بالانشراح ضمن المقصورة. والعملنية الداخلية تمتد للصندوق الخلفي يلي ممكن توصل حمولته القصوى لحدود 725 كيلوغرام، علماً أنه طوله بيبلغ 1.5 متر. وهالصندوق مزود بفتحة خلفية تتميز بأنها مصنوعة من الألومنيوم وكتير عملنية، وهو بيستفيد من غطاء لحجب الحمولة أو لحمايتها من الشمس والمي. وتعتبر لوحة القيادة عصرية وواضحة مع طابع وفي للماضي ومع تجهيزات كتير متطورة بنفس الوقت. ميكانيكياً تم تزويد جيب جلادياتر 2020 بمحرك V6 سعة 3.6 لترات بيولد 285 حصان مع عزم أقصى بيوصل لحدود 353 نيوتن متر. واشتغل المهندسين على تطوير نظام التبريد لجهة تركيب مروحة أكبر وأقوى بشكل بيمنع ارتفاع حرارة المحرك حتى بظروف الاستخدام الصعبة، ولكن نسبة استهلاك البنزين لها المحرك فئة بنتاستار مرتفعة نسبيا، خاصة انه وزن هالبيك اب بيتراوح بين 2100 و 2300 كيلوغرام حسب التجهيزات المعتمدة. الترانسميشن اوتوماتيكية من 8 نسب امامية مع توفر خيار جير بوكس يدوية من 6 نسب للي بيحب، علما انه نظام الدفع بيتم بالاطارات الاربعة. وعلى الطريق وبالرغم من انه تميز جيب جلادياتر 2020 بيتركز على الطرقات الوعرة، اللافت انه أداؤه ناعم وسلس على الطرقات المزفتة كمان، مع قدرة واضحة للتعامل بشكل ناجح
مع الاهتزازات والحفر والمطبات، وهالشي ما اجى بالصدفة ولكن نتيجة تعديلات وبرمجة دقيقة للسسبنشن، إضافة لاستخدام نظام هيدروليكي على مستوى جسم هالبيك أب، وبالتحديد تحت الجزء الفاصل بين المقصورة والصندوق الخلفي، وكمان من خلال عوازل تفصل ارتجاجات المحرك عن المقصورة. وبتتكمل هالتركيبة الناجحة من خلال إطارات بيبلغ قياسها 17 إنش مزودة بدوليب من فئة جولر HT685S من تطوير صانع الإطارات المشهور بريدجستون. من جهة تانية المقود دقيق وبينقل إلى حد ما مدى تماسك الإطارات بالطريق، وبالنسبة للمكابح فهي متطورة وفعالة كتير، علماً أن أكبر بنسبة 25% مقارنة بالمكابح المستخدمة برانجلر. ومن ضمن أبرز مميزات جلادياتر قدرته على التحرك بثقة وفعالية على الطرقات الوعرة كتير بفضل متانة هيكله وتطور نظام الدفع الرباعي، وخاصة بسبب زاوية الدخول يلي بتبلغ 43 درجة وزاوية الخروج يلي بتبلغ 26 درجة، مع زاوية وسطية بتزيد على 20 درجة. وهالأرقام تتقدم على أفضل الأرقام المسجلة من قبل رانجلر SUV بمختلف فئاته. أكثر من هيك، قدرات السحب والجر من الخلف بتوصل لحوالي 3500 كيلوغرام. ومن الممكن الاستفادة من لايحة طويلة من التجهيزات الإلكترونية يلي بتساعد السائق على التحكم والسيطرة، وكمان على تجنب الحوادث. جيب جلادياتر 2020 يعتبر خيار بيجمع بين أصالة الماضي وتطور الحاضر، وبيدمج بين فخامة التنقل السلس وقدرات العبور الخارقة مع توفير عملانية كبيرة. وبالرغم من سعر المبيع المرتفع نسبياً، طلبات الزباين للحصول على جلادياتر بتصاعد سريع. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.